اتحاد اليوم عن أن الفريق سيفتقد لبعض من عناصره، خاصة بعد أن طلب لاعب الفريق عمر الخضري الذي طلب من نادي الاتحاد أن يلتحق بالمنتخب الأولمبي، ويبدو أن هذا الطلب أثار حفيظة الاتحاديين كثيرا قبيل مواجهة الشباب الذي هو الآخر كان قد غادر إلى جدة بعشرين لاعبا لملاقاة الاتحاد. عبر الهاتف أرحب بمدير إدارة الكرة في نادي الاتحاد الأستاذ جمال فرحان. أستاذ جمال مساء الخير. مساء الخير أخوي رجاء الله، ومساء الخير لضيوفك الكرام. يا هلا. أنا حبيت أن أتداخل بس لأوضح الصورة كاملة باختيار لاعبتنا المنتخب الأولمبي. نعم. والحكم الأخير على المشاهدين والمجتمع الرياضي بهذه. طبعا جاء اختيار لاعبة المنتخب الأولمبي للاعبة الاتحاد اختيار حوالي 6 لاعبة. فطبعا طلبوا منا أن نختار لاعب واحد من الستة أن يكون من ضمن الفريق الأول. طبعا احنا قلنا احنا الأولمبي هذيلا فريق يلعبون بالمركز بالفريق الأول كثلاثة أساسيين واثنين احتياط، واللاعب السادس احنا استاذ جمال بتسجيله بالمنتخب الأولمبي لانه يلعب في درجة الشباب، يعني استاذ جمال الأولمبي استاذ جمال لاعب فهد المولد. استاذ جمال نعم بس اذا تقصر على صوت التلفزيون عندك حتى من عندكم اذكر لو سمحتوا. طيب لحظه خلني اطلع انا. طيب إذا فطبعا احنا تفضل خلني اطلع شوي. تفضل. فاحنا حبينا ان نوضح لهم الصوره ان لعيبه المنتخب الاولمبي هم اساسيين بالفريق الاول ثلاثه لعيبه اللي هم احمد عسيري ومحمد ابو سبعان وهتان دهبري، والاحتياط هو معنا الخضري ومحمد العمري. فطبعا معنا الخضري حتى كانت ايامها وقتها كان مصاب واختاروا. هذا الكلام متى كان؟ قالوا لا انتم لكم حق انكم تختارون لاعب واحد. فاعترضنا وتكلمنا مع الجهاز الكرة القدم وفهمناهم الصورة انهم هؤلاء مش يعني في الأولمبي، هذول أساسيين بالفريق للوضع اللي موجود في النادي من إصابات وغيره. فقالوا لا تختارون واحد. احنا فعلا تكلم حتى رئيس النادي وهنا لنوضح الصورة الكاملة لنا ولنا وجهة ان الفريق حيتضرر بالشيء هذا. قالوا هذه مساويات الأندية. قلنا احنا مي مشكلة اذا هو متساوي في هذا ما عندنا مشكلة. قالوا لا لابد واحد انك تاخذ. فطبعا الأندية احنا ما نبغى نتكلم عن الأندية وش ظروفها وش امورها، احنا نتكلم عن وضعنا. فرفضوا فحنا في حرج كنا، ثم بالأخير من كثر مكات قالوا حنا قمنا نحن نساعدكم فنسمح لكم بلاعبين، لاعب الثالث لازم يرجع. فوضحنا لهم يا جماعة حنا عندنا مباراة هذه سيمي فاينل، وحنا عارفين أنظمة لائحة الاحتراف السعودي أن قبل المباريات بخمس أيام أو أربع مباريات قبل أربع أيام يلتحقون محترفين لمنتخباتهم. نعم. وهم اختاروا ممكن قبل حوالي 12 يوم او 14 يوم. قلنا مع هذا احنا نوقف مع هذا لان المباريات ما تأجل. هذه مباريات رسمية وتلعب. على كل حال اصروا الا هتان قبل المباراة مع الهلال بيوم واحد اصروا ان اللاعب لازم يحضر. فقلت لهم انا منطقيا ومبدئيا فنيا اللاعب اذا لعب مباراة الكلاسيكو هذا حيفيدكم، حيكون عنده ثقة ويصير عنده خبرة في هذه المباريات لان هتابة هبري اول مباراة تجي له الفرصة. نعم. فهذه فرصة له اللي يفيدكم بعد المباراة ان شاء الله يصف. اصروا الا ان اللاعب يلحق. فقلنا ما هي مشكلة خلينا اللاعب عشان لا يتضرر. اخير اضطروا ان لازم بعد مباراة الهلال انهم يتأكدوا الستة اللي هم اللي باقي احمد عسيري ومحمد ابو سبعان. وافقنا وكل شيء قلنا لهم انتم قلتوا لاعب واحد انكم تخلونا لا. قالوا لا ما احنا نخلي لازم يرجعون الستة. فقلنا اوكي. صادفنا للأسف الشديد بعد يومين ثلاثة وان يطلبون عمر سلطان. عمر الخضري. يا جماعة يعني متى كان متى هذا الطلب؟ والان تجون تاخذون واحد لاعب عندنا ظروفنا عندنا صدد وضحنا لنا الامور وضحنا لهم سياسة الكورة. قالوا لابد يجينا خطاب اليوم لابد ان اللاعب يجي فورا وتتحملون حجزه الليلة آخر وقت لكم وإلا النادي حيتضرر واللاعب حيوقف. فأنا حبيت أن أوضح الصورة. طيب. هذا اللي حصل لنا في الكرة. بكرة فريقنا حيكون ناقص لعب للظروف اللي حنا نمرها. بكرة مباراتنا مع الشباب
مباراة مهمة، صحيح ان بعدنا ونعد فريقنا، ولكن يعني للاسف كنا نتمنى من الاخوان في المنتخب الاولمبي او المسؤولين عن المنتخبات انهم ينظروا بالنظرة هذه وبالعدها هذه، وحبيت اني اوضحها. هذه الصورة اللي احنا عايشينها في هذا الظرف. طيب استاذ جمال، انتم كنتم تتكلمون مع من في ادارة المنتخبات؟ والله تكلمنا اول مع محمد المسحل، وتكلمنا مع الفارس العمري، وارسلنا على فكرة ارسلنا خطاب ردا على خطاب عمر سلطان لاختيار، ارسلنا خطاب لهذا، ما ردوا علينا، ردوا علينا بالخطاب اللي فورا لابد ان اللاعب يجي فورا للمنتخب الليلة اخر، يعني مثل انذار اليوم. هذا الكلام كان اليوم يوصل الليلة، اليوم كان الكلام هذا الليلة طبعا ارسلناه. اها اي نعم. طيب جانا الاربع العصر للخطاب وما ردوا على خطابنا اللي ارسلناه من قبل يومين. ما حاولتوا تجرون اتصالات مع محمد المسحل؟ والله احنا يعني للاسف يعني احنا تكلمنا ووضحنا لهم الصوره وهم عارفين معيشتنا في السته، فما بالكم يزيدون واحد؟ يعني كان الشغله، يعني انا ما ابغى نحط ندخل في الظنات، ولكن انا متاكد ان صاحب السمو الملك الامير نواف بن فيصل اللي ينظر للانديه كلها جميعا بسواسيه، وانا اجعل الحكم للناس كلها يشوفون من اللي اختاروا من الانديه ويشوفون اللي اختار من نادي الاتحاد. طيب يعني انت تشوف ان هذه الاختيارات مجحفه في حق الاتحاد؟ مو مجحفه في الحق، يعني طبعا عندما تاخذ مني سبعه بطريقه غير مدروسه من اول استراتيجيه، اوكي السته انتم عملتوا للاعبين انهم يلعبون اساسيين الاثنين. طيب وش الحلول اللي ثلاثه الان؟ المفروض انكم في هذا في هذا الوقت واخذتوا السته، يعني احنا كنا ندافع عن لاعب او لاعبين انهم يقعدون، الان انت حاولت ان تاخذ لاعب سابع، الان سبعه، والظروف احنا وضحنا لهم الصوره من اول ان فريقنا يعاني من اصابات ومن كروت والامور والفريق وسياسه الكره والنادي في هذه المرحله. نعم. فالان عمر السلطان ما كان موجود عندهم، وفهد المولد، فهد المولد يعني يلعب في فرقه الشباب مو حتى فريق اولمبي. طيب ويوم سجلناه في الفريق الاولمبي جو اخذوه. طيب يعني هذه بس انا حبيت هذه الصوره اللي احنا نعيشها، وانا انظر هذه الصوره اللي يشوفونها اخوانا جماهيرنا الاتحاديين والجماهير العامه، نتمنى ان يكون هناك استراتيجيه في العمل، سياسه في العمل قبل الاختيار وقبل مده 12 يوم و14 يوم. واضحه هذه النقطه، كلهم محترفين، واضحه هذه النقطه، لكن قبل اربع ايام خمس ايام او لك تاجل مبارياتهم، خاصه مباريات مهمه استاذ جمال، اساسيين يعني مو فريق او اولمبي. واضحه هذه النقطه الاول، هذا حبيت اني اوضح الصوره. طيب اخوي رجال الله، واتمنى ان الناس تنظر بالامور هذه ثاني مره. صحيح. في المستقبل لمصلحه المنتخبات قبل مصلحه الانديه. طيب ان يكون هناك سياسه في العمل، واضحه هذه النقطه في العمل الشيء هذا، وشكرا لك. لكن على اي حال غدا ان شاء الله سيكون لنا حديث مطول في هذه المساله، لان التوقيت او الوقت غير مناسب ان نتحدث كثيرا. شكرا يا اخوي رجال الله، امل ان تكون معنا قريبا ان شاء الله. استاذ جمال فرحان مدير اداره الكره في نادي الاتحاد، كان عندك سؤال تبي تطرحه؟ لا عندي تعليق انا. شوف المنتخب السعودي حيخوض مباراته يوم الأحد أمام كوريا الجنوبية، والمنتخب السعودي معروف ما عنده إلا نقطة يتذيل ترتيب المجموعة، لكن أنا مستغرب أنه مباراة واحدة، يعني المدرب الآن المدرب المنتخب ريجيريو ضام أكثر من خمسة مهاجمين، منهم ثلاثة من الاتحاد، دغريري من الاتحاد، المولد من الاتحاد، واليوم عمر سلطان أيضا من الاتحاد، وايضا في مهاجم من نادي الهلال الجهني. طيب يعني اكثر من خمسه سته لعيبه كلهم رؤوس حربه. طيب لمباراه واحده اعتقد صحيح العدد كبير. طيب غدا ايضا في بقيه المباريات التعاون يستضيف الاهلي، وهي مواجهه مهمه لان الاهلي هو المتصدر. سلطان، هل يبدو ان الامور صعبه بالنسبه للاهلي ان يلعب خارج ارضه وهو يبحث عن المحافظه على الصداره؟ اعتقد ان مباراه الفرصه الكبيره جدا للاهلي وكذلك التعاون، لانه الأهلي خرج حقيقة من هزيمة قاسية جدا في آخر مباراة له في كأس ولي العهد، وأيضا التعاون يريد أن يطمئن جماهيره على البقاء. هل من توقع لهذه المباراة سلطان؟ أعتقد أنه تعادل، لكن إذا سمحت لي أبو خالد. طيب سريعا جدا، جمال فرحان تكلم وقال أنه سنوجه ندائنا للأمير نواف بن فيصل، رئيس نجران تكلم عن قضية وقال سنوجه ندائنا للأمير نواف بن فيصل، وكل قضايانا دائما ما توجه للأمير نواف. إذا ماذا يفعل العاملون داخل اتحاد الكرة وداخل لجنة الانتخابات؟ نعم. إذا كان كل شيء يذهب إلى مكتب الأمير نواف، واضحة هذه مصيبة كبيرة جدا. طيب.